إذن مشاهدينا، اليوم موضوعنا الرئيسي مثل ما نوهنا في بداية الحلقة حيكون أدبي ثقافي فكري. رح نتكلم عن معرض الكتاب العربي الأول في إسطنبول. طبعا الفيسبوك قبل كل هذا مفتوح للاستفسارات وللأسئلة لمن يحب طرح أفكاره وأيضا أسئلته على ضيفنا المميز. إذن يختتم معرض إسطنبول، معرض الكتاب العربي الأول في إسطنبول، بعد أن حظي خلال أيامه الماضية بإقبال عربي وتركي وأجنبي لافت. يختتم هذا اليوم، ويعد هذا المعرض الحدث الأكبر من نوعه في تركيا بحسب المنظمين، حيث نظم على مساحة 6000 متر مربع بمشاركة 170 دار للنشر العربية من 15 دولة عربية إلى جانب تركيا وإيطاليا وإيران. هدف المعرض يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين العرب والأتراك وتشجيع القراء على اقتناء الكتب التي بلغت بنحو 50,000 عنوان في شتى المجالات السياسية والفكرية والتربوية. ومن أبرز طبعا الدور المشاركة في المعرض كان هناك جناح لدائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني في العراق. طبعا مشاهدينا، للحديث أكيد أكثر محمد عن تفاصيل المعرض وما احتواه من كتب ومن أفكار ومن أكيد من دور للنشر المشاركة، ينضم معنا في الاستوديو ضيفنا المميز طبعا الدكتور يوسف نجم عبود العبيدي، مدير عام دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني. صباح الخير دكتور. حياكم الله، منورنا اليوم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. الله يسلمكم جميعا، مشكورين. ما هي قيمة أن يشارك الوقف السني بمثل هكذا معرض وهو الأول للكتاب العربي في إسطنبول في هذا الوقت تحديدا؟ حقيقة الديوان منذ زمن يعني ليس بعيد حرص على أن يكون متواجدا في كل محفل وتظاهرة ولقاء ثقافي فكري، ليعطي صورة أن الديوان ليس معنيا فقط في قضية المسجد والخطبة والمنبر وغيرها، وإنما اهتمامه تشمل جوانب الحياة جميعها، ومن هذه الجوانب المهمة جدا الجوانب الفكرية والثقافية. نعم، يعني الآن إسطنبول تستضيف هذا المعرض وبوقت حقيقة يعتبر خاص نوعا ما. ما هي القيمة أن نأتي ونشارك بالمعرض العربي الأول في هذه المدينة التي تعيش ربما ظرف خاص، يعني بعد ما مرت أيضا ظروف سياسية على هذا البلد؟ صحيح، حقيقة إقامة معرض للكتاب العربي في دولة ليست عربية بحد ذاته أمر يعني ملفت للنظر، وواجب الجميع خاصة من ينطقون بحرف الضاد أن يدعموا هذا المعرض وهذا اللقاء، لأنه نشر اللغة العربية مهمة جدا في تعريف الناس خاصة في البلدان الأعجمية اللي هي غير عربية، نطلق عليها كلمة الأعجمية، في أنه لأنها ستكون المفتاح والمدخل لفهم هذا الدين الفهم الصحيح، فلا بد من تعلم اللغة العربية حتى يستطيع أن يفهم الدين فهما صحيحا، وبالتالي إذا فهم الدين فهما صحيحا سيبتعد عن كل معاني الغلو والتطرف التي هي نتاج عدم فهم اللغة العربية في غالب الأحوال. ضعف حصيلة الثقافة والمعرفة باللغة العربية تؤدي بعض الأحيان إلى مفاهيم غير صحيحة وغير أصيلة في هذا النص الشرعي. طيب دكتور يوسف، يعني ما أهمية وما طبيعة الكتب المشاركة في المعرض واللي ركزتوا عليها في الجناح الخاص بحضراتكم؟ احنا حقيقة من فترة بتوجيه ايضا يعني من السيد رئيس الديوان دكتور عبد اللطيف الهميم نهتم في قضية نشر الفكر الوسطي والمعتدل والمتوازن، لأنه يعني السوق قد امتلأ بكتب شتى وبمعاني كثيرة غير منضبطة، وبالتالي نحاول أن نعالج هذا الخلل وهذه الفوضى الفكرية بالتركيز على إبراز معاني هذا الدين. نعم. السمح واليسر وقضية السلم الاجتماعي والتعايش مع الآخر، نركز على أمثال هذه الكتب وندعم طباعتها في الديوان، ونحاول أن ننشرها من خلال مشاركتنا
في المعارض المختلفة داخليا وخارجيا. حلو، طيب كيف كان إقبال العراقيين السياح على مثل هذه الكتب وعلى جناحكم؟ وحقيقة أنا ما كنت متصور أن المعرض في بلد مثل تركيا يفترض أنه ليس عربيا، ما كنت متوقع أنه سيحظى بهذا الإقبال وهذا التواجد الكثيف للزوار. حقيقة لفت نظري وتعجبت وفرحت في نفس الوقت، لأنه كان عندي يعني شيء من القلق في أنه لا ينجح بسبب وجوده في بلد غير عربي، لكن ما شاء الله يعني الإقبال والزوار كثيرين جدا، منهم جالية عربية وكثير منهم السوريين والعراقيين، لكن أيضا الأتراك ليسوا قليلين اللي كانوا يزورون المعرض، أيضا عندهم يبدو حب ومعرفة تعرف على الكتاب العربي وعلى اللغة العربية. يعني في المعرض هناك الكثير من دور النشر، شاركت ربما بمطبوعات جديدة وأعادت ما هو قديم في الطباعة. كوقف سني عراقي بماذا شاركتم؟ ما هي الإصدارات التي شاركتم بها في هذا المعرض؟ هو حقيقة احنا متخصصين في الأصل في طباعة الرسائل الجامعية اللي هي رسائل الماجستير والدكتوراه في التخصصات الشرعية، أصول فقه وتفسير وحديث ولغة عربية ويعني القراءات، فبالتأكيد. لكن في الآونة الأخيرة صار عندنا جرعة إضافية في التركيز على الكتب الفكرية التي تعالج التي يعني تبرز معاني هذا الدين، السماحة، الوسطية، الاعتدال، كيف تعايش الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين مع الآخر في مجتمعاتهم، وكانت تحوي كل الأقليات وكل الأديان وكل المذاهب. فنحاول أن نبرز هذا الجانب اللي الآن صار عليه تعتيم حقيقة، فهذه الجوانب هي اهتمامنا في الآونة الأخيرة أكثر من الكتب الشرعية الأصيلة اللي هي في الأصل هو مجال اهتمامنا، لأنه حاجة الإنسان وحاجة الفرد وحاجة مجتمعاتنا إلى هذه المعاني في الوقت الحاضر أشد من ذيك الكتب الأخرى. جميل جدا. يعني حضرتك قلت أنه عدد الزوار الأتراك هو اللي يفاجئك، يعني من الطبيعي أن تشوف العراقي والسوري والعربي بصورة عامة أن يأتي لي ربما متلهف ليقرأ كتاب ويحصل على كتاب في بلد غير عربي، يعني ماذا يحمل من رمزية هذا الإقبال التركي على هذه الكتب باللغة العربية؟ وحقيقة يبدو لي يعني هو منسجم مع السياسات عامة في هذا البلد من قبل يعني الحكومة في إعادة بعض يعني الأمجاد القديمة وأسباب نهضة الأمة التركية سابقا، وهو الأمة التركية كما نعلم ما نهضت إلا بالإسلام، وبالتالي فهم الإسلام لا يتم إلا بتعلم اللغة العربية والاطلاع على اللغة العربية والكتاب العربي والحرف العربي وتعلمه. فمن هنا المسألة أتت أنه هناك توجه عام يشجع على هذا المعنى للتواصل مع المحيط الذي يعني يحيط بتركيا وهو غالبه دول عربية، فيدل على أنه هناك رغبة وحب في أن التوجه إلى العمق العربي أكثر من التوجه إلى الدول الأخرى التي لا تتكلم العربية. طيب دكتور، يعني مع وجود العديد من الكتب ودور النشر وبالإضافة إلى هذا الانفتاح الكبير بالنسبة خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الإنترنت، كل هذا أتاح الكثير من الكتب أنه تتواجد في الأسواق، بالتالي أمام المثقف الآن حيرة كبيرة في اختيار نوعية الكتاب، في اختيار المادة، وفي اختيار حتى المؤلف وتوجهات المؤلف. يعني أصبحنا الآن أمام أيضا مشكلة توجهات المؤلف، كيف ممكن أن نميزها في أنه قد يكون هذا المؤلف يعكس توجهات الشخصية أو ربما أشياء خاصة بطائفة أو مذهب معين، كيف على المثقف أن يفرز هذه الأشياء، كيف عليه أنه يتوجه بقراءة مادة نقية وأيضا خالية من الشوائب خلينا نقول؟ والله هي تعتمد على ثقافة القارئ وعلى الخلفية الفكرية اللي يحملها. فالناس الآن أصبحت واضحة عندها أسماء الكتاب والمفكرين والمؤلفين الذين يمتازون بالمنهج الجيد الوسطي، ومن الذين يميلون إلى الغلو والتطرف أصبحت أسماءهم تقريبا يعني مشاعة ومعلومة
وتتكرر في الصحافة والإعلام وفي البرامج. فثقافة القارئ هي الأساس في أنه كيف يتوجه، ماذا يقرأ. هو صحيح القراءة مطلوبة ومهمة، لكن الأجمل من القراءة ماذا نقرأ. فهذه القضية يفترض أن يعني الجهات المساندة، الإعلام، الصحافة بكل أنواع الإعلام بكل وسائله والمنابر، تنبه الناس وتعين الإنسان على أن يكون توجها صحيحا، ليس توجها يعني منحرفا أو معوجا. فكل هؤلاء عندما يركزون على الأسماء المفكرين الذين يمتازون بالوسطية وبالاعتدال ويحذرون من الأصناف الأخرى، بالتأكيد هذه الثقافة العامة ستساعد القارئ في أن يعرف ماذا يقرأ في النهاية. طيب دكتور، يعني الآن وحضرتك تحضر معرض الكتاب، ومثل ما ألمحت هنادي أنه إحنا نعيش الآن القراءة الإلكترونية، أصبح أي صحيح. متصفح ممكن أن يدخل لأي كتاب يلقاه على المواقع، أصبح الموضوع أسهل يعني تناوله. إيش قد مهم أنه إحنا نرجع نقرأ الكتاب؟ هل يعني يصمد الكتاب أمام الطباعة الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية أو التأليف الإلكتروني؟ هو حقيقة هذا اللي قلته أنت صحيح، وهو ساهم بشكل أو بآخر في تقليل قضية الإقبال على الكتاب، أو يعني القارئ أو الفرد في أن يقتني كتب، بالتأكيد هذه ساعدت. لكن ستبقى هناك فروقات كبيرة جدا بين أن يقرأ الكتاب بالشكل الإلكتروني وبين أن يكون قراءة على أوراق ويعني مؤلف بين يديه، فضلا عن الأخطاء المطبعية في الكتب الإلكترونية التي تنشر، وعدم بعض الأحيان عدم الدقة، وهناك توثيق غير جيد في النشر. الكتاب يعطي مصداقية أكثر، يعطي توثيقا أكثر، هناك فد صلة روحية حقيقة عندما تقرأ الكتاب بين يديك، فرق على أن تقرأه على الشاشة وعلى الحاسوب وعلى الهاتف وعلى غيره من الوسائل الأخرى. تشعر بصلة بينك وبين صاحب هذا الكتاب. هناك مسألة يعني صعب واحد يترجمها ماديا لأنها قضايا معنوية، فستبقى اقتناء الكتاب والقراءة من الكتاب بالتأكيد إلى طعم وإلى نكهة وإلى بصمته. لمست هذا دكتور بالمعرض، يعني شفت الناس مقبلة على الكتاب. أنا أحس يعني بالآونة الأخيرة صار يعني كأنما رجوع إلى الكتاب بعد ما الناس أحس اكتفت من الهجمة على، صارت يمكن شغلة مملة، إنه شغلة مثل ما قال الدكتور أكيد إنه المصداقية أكيد في الكتاب أفضل. يعني من مثل ما تتكلم الأخت الكريمة، يعني هي القضية أنه الكتاب أكثر يعطيك شعور. لمستوه هذا الموضوع بالمعرض؟ بالتأكيد من خلال الكثرة، من خلال الإقبال، يعني هذا يعطي هذا المعنى، لأنه أنت بالأصل أن يكون هناك الإقبال أمام وجود الوسائل الإلكترونية ضعيف، فوجود الإقبال يدل على أن هناك عودة جديدة وهناك إدراك إلى أهمية الكتاب والعيش مع الكتاب والقراءة من الكتاب. بالفعل. طيب دكتور، يعني إحنا مرينا بأزمات كثيرة على جميع الأصعدة، يعني سواء كانت هذه سياسية، أمنية، حتى ثقافية، لكن ما مدى أنه نكون مثقفين في هذا الوقت، وأن خلينا نقول كفة الميزان تصعد لصالح الثقافة مقابل ما نعانيه من للأسف طائفية، خلينا نسميها للأسف صحيح. ما نسميه من أزمات سياسية وغير هذه الأشياء، يعني هذه الكفة لو صعدت لصالح الثقافة وأدرك المواطن العراقي أهمية ثقافته وأهمية تاريخ بلاده وما يحوي هذا من ثقافة وحضارة، ما أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطن العراقي؟ هو حقيقة يعني المثقف دوره كبير جدا في المجتمع، فعندما يزداد دور المثقف ويكون له شأن ويكون له صوت وكلمة، سيعيد البوصلة عند عموم المواطنين والناس، سيعيد لهم بعض المعاني التي فقدوها من خلال هذه الهجمة والشد والجذب من الآخرين فيه. المثقف عندما يكون إيجابيا متواجدا في الميدان يؤدي دوره ويشرح المعاني الذي يريد أن يؤديها، بالتأكيد هذه الطبقة عندما تزداد
بالتأكيد ستعين على إيقاف الانحراف، على إيقاف الشطط، على إيقاف الذهاب يمينا ويسارا من هنا وهناك عند المواطن العادي، لأنه المواطن حقيقة هو مسكين يتعرض لشتى أنواع التأثيرات حاليا من جهات كثيرة جدا، وبالتالي فهناك شد وجذب. كل ما ازداد دور المثقف، كل ما ازداد دوره في الحياة، كل ما استطاع أن يوقف هذا النزيف في الانحراف الفكري عند المواطن. بالفعل دكتور، حتى أنه لمسنا هذا الشيء بمجرد دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق، استهداف الكفاءات العلمية، استهداف المثقفين، ما هو إلا تدمير للحضارة العراقية، للثقافة العراقية، وبالتالي أن يسود الجهل هو له الأولوية بالنسبة لطبعا قوى الاحتلال، لمن يريد للعراق وللعراقيين السوء أكيد. بلا شك هذا الكلام صحيح 100%، لأنه دائما يكون هناك تقصد إلى الطبقة المثقفة وإلى رموز وإلى الناس الذين لهم تأثير، لأنه عندما يغيب أمثال هذه الطبقة، عندما تغيب عن المجتمع، تبقى المسألة عرضة للجهال ولأنصاف المتعلمين أن يسودوا، وبالتالي تسود هذه المعاني الفرعية من الطائفية والمناطقية، وكل معنى فرعي مبتذل ليس موحدا، تسود القضايا التجزئة، معاني التجزئة تسود في المجتمع، بينما وجود هؤلاء الطبقة يعيد الناس إلى المعاني العامة الشاملة الموحدة. فبالتأكيد هذا اللي قلتيه صحيح، كان مستهدف في أول دخول الاحتلال إلى العراق، وبالتالي حتى لم يستهدف البعض من خلال بعض الظروف القاسية والتهديد هاجر وابتعد. فهي دعوة لعله البعض منهم يستطيع أن يساهم بعودته، يستطيع أن يساهم من خلال القنوات العراقية الكريمة الموجودة ومكاتبها في الدول الأخرى. ابتعاده عن الوطن لا يعني تحلله من المسؤولية، لا، تبقى المسؤولية عليه كبيرة وعظيمة، وخاصة قد توفرت إلى أجواء وظروف مناسبة في أن يفكر صح وأن يؤدي بالصورة الصحيحة، وبالتالي يستطيع أن يساهم مع القنوات ويؤدي دوره الإعلامي الإيجابي الفعال والميداني. طيب دكتور، حضرتك ذكرت مسألة أول في بداية كلام حضرتك، أنه الآن هناك توجه في الوقف نحو أنه لا يقتصر العمل فقط على المساجد وعلى الشرعية. عمل المنابر، ما هي الخطوات الآن على أرض الواقع اللي ستتخذونها، ونحن نعيش في زمن به المساجد هدمت وفجرت والناس هجرت، والقسم الآخر يأمل بالعودة والمنازل مسحت عن وجه الأرض؟ هو الآن المهمة جدا جدا شاقة وصعبة حقيقة، نعترف بها، لأن تحمل معنيين، معنى مادي وهي العمل على إعادة إعمار المساجد وتأهيلها وبنائها وتأثيثها في أن تقوم بدورها، الجانب هذا المادي العمراني. نعم. والجانب الآخر في أنه توفر معاني فكرية جديدة حتى يؤدي المنبر دوره، تضخ الأئمة والخطباء والموجهين والمحاضرين الذين في المدارس والكليات الشرعية، أنه كيف تستطيع أن توجه لهم وتنبههم إلى المعاني التي هي أولى من غيرها في الكلام، والتي يحتاجها الوقت الحاضر من معاني مثل ما ذكرناها ابتداء في بداية حديثنا. فمهمة شاقة، جانب مادي به جانب ليس قليل، والجانب الآخر المعنوي هو أكثر أهمية من هذا، لأنه يعتمد على تكوين الفكر وتكوين المفاهيم وتكوين القيم والمعاني الجديدة. فجانبين، طريقة يسير في خطين متوازيين بصورة متساوية في نفس الوقت. طيب الوقت نفسه دكتور، احنا عندنا لا يخفى على الجميع انه عندنا ناس مهجرة الان في المخيمات، وننتظر صحيح. مع الاسف موجات نزوح اخرى من الموصل، الان على سبيل المثال الشرقاط بدأت النزوح والعمليات بدأت تقترب من مدينة الموصل. ما هو دور الوقف الآن؟ هل من ربما يد عون لهؤلاء النازحين، أو ربما توفير
شيء على أرض الواقع، ولا يقتصر الموضوع فقط على الإرشاد وضخ الخطباء وتعمير المساجد؟ حقيقة الذي يتابع الحملة اللي بدأها السيد رئيس الديوان من الشتاء الماضي، هناك حملة ضخمة جدا استهدفت النازحين في قضية إغاثة أحوالهم. إذا تذكرون أيام المطر القوي الذي أتى إلى بغداد في نهاية العاشر وبداية الدعش في السنة الماضية، صارت حملة متواصلة ليل نهار 24 ساعة، وقد عينت أو هيئت في حينها أو خصصت لجنة سميت لجنة خلية الأزمة لإدارة قضية متابعة النازحين وأحوالهم المعيشية، من توفير الخيام وتوفير المولدات. ما تغير شيء دكتور، يعني ما تغير شيء، تدري أنت يعني يبقى الوقف هو إمكانيته محدودة، هو هذا ليس واجبه بالأصل، لكنه استشعار منا بالواجب في أنه اليد الواحدة لا تصفق، فبالتأكيد هو قام بدور، لكن يفترض أن هناك جهات أخرى أكثر يعني عناية والتصاقا بهذا الأمر، يفترض أن تقوم بدورها كذلك. يعني الحكومة حتى يتم، الحكومة وزارة الهجرة، المحافظات، الحكومة بالتأكيد هي المسؤول الأول والأخير. فبالتالي يعني هنا يجي دور المسؤول والدكتور رئيس الوقف السني أنه يتوجه إلى الحكومة يطلب منها المساعدة. بالتأكيد هذا حدث وهذا حصل، لكنه ليس بالضرورة دكتور، يعني أذن من طين وأذن من ليس عجين. بالضرورة كل ما تريد كل ما تطلب. والوقف جزء من 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 هذه الحكومة يعني. إيه، لكنه هو هل حاكم عليها يعني؟ ما يعني يبقى دائرة حكومية، فكل ما قام بحقيقة الكل يشهد والنازحين يعني يشهدون بهذا، قام بدور كبير جدا حقيقة، يعني قياسا على الفترة التي قبلها لا حقيقة دور كبير. لكن هل يستطيع أن يلبي كل احتياجات النازحين؟ بالتأكيد لا، هذه المسألة أكبر من طيب قدرة دكتور. نرجع إلى إحداثيات المعرض، لأنه الثقافة الآن لها دور كبير في توعية المواطن بشتى الوسائل، يعني على الأقل خلينا نقول نثقف المواطن حتى يعي المسؤولية، حتى يعرف أهمية الوطن، يعرف أهمية الأرض اللي تحتوي على الأقل. إلى المعرض وإلى التفصيليات، يعني أحزنني كثيرا أنه سمعت دور النشر العراقية قليلة جدا مقارنة بالدور العربية. صحيح. الدور صحيح. الثانية، يعني لماذا هذا لماذا هذه القلة في هذا الوقت ونحن بحاجة إلى رؤية العراق يزهو بثقافته إلى نشر نوع من هذه الثقافة في هذا الوقت؟ هو هذا الذي يعني ذكرتيه من ملاحظة صحيحة، لكن هذه الملاحظة حقيقة هي تشمل العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، الدول التي فيها اضطرابات ما فيها ذاك الاستقرار السياسي والاجتماعي المطلوب والمأمول. هذه الدول جميعها أصابها هذا الشيء، تشاهدين أنه مشاركاتها ضعيفة، وهو انعكاس للحالة المضطربة التي تعيشها هذه البلدان. فالعراق هو جزء من هذه البلدان ويعيش تحديات ويعيش يعني مآسي واضطرابات، وهناك مشاكل كثيرة بالتأكيد انعكست على القضية الثقافية وعلى قضية المشاركة في هذا المعرض المهم جدا. ومن هنا كنا حريصين جدا جدا، نعلم هذه الحيثيات ونعلم هذه الملابسات، وأردنا أن تكون مشاركتنا لابد أن يعني أن نشارك في هذا المعرض، لأنه نحن نعلم مسبقا أن المشاركة العراقية ستكون ضعيفة، وبالتالي لابد من إنجاح هذا المعرض بأي شكل من الأشكال. وواجهتنا صعوبات لوجستية وفنية كبيرة جدا في قضية الشحن الكتب وإيصالها، لكن استطعنا في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى وبعض الأخوة العاملين في أنه يعني يتجاوزون هذه المحنة ونصل إلى أسطنبول. يعني أنا اللي أعجبني بصراحة بجناحكم الخاص بكم إنه كانت الأسعار رمزية أيضا، هذه صحيح. تخدم أيضا المواطن، تخدم القارئ. أيضا المثقف فإلى أي مدى أيضا واجهتوا هاي الصعوبة في أن تجعلوا شحن الكتب على مسؤوليتكم، أن تجعلوا أهمية الثقافة هي اللي تطغي على حتى الشيء المادي؟ حقيقة الديوان لا يهتم بالجانب التجاري ولا يجعله نصب عينيه، بالعكس آخر ما يفكر به هو هذا الجانب. إحنا الشاغل الأول كيف نوصل المعنى المعتدل والوسطي لهذا الدين والأفكار المتسامحة التي تدعو إلى العيش مع الآخر والسلم الاجتماعي، كيف نستطيع أن نوصل هذا الكتاب إلى القارئ
بأقل سعر ممكن حتى نكون مساهمين في نشر هذا الفكر. فاحنا ما نهتم بالجانب التجاري ولا، والكتاب عندنا المطبوع مدعوم من الديوان لهذا المعنى، في سبيل أن يتيسر إلى يد القارئ وأن يكون سهل الوصول إلى الاقتناء. طيب دكتور، يعني أكيد حضرتك سويت جولة بالمعرض. نعم. هناك 15 دولة عربية مشاركة. صحيح. بجانب إيطاليا أيضا. أيه. وإيران وتركيا. يعني بماذا شاركت هذه الدول وهو كتاب عربي؟ يعني بماذا شاركت إيطاليا؟ بماذا شاركت إيران والكتاب هو عربي؟ يعني هو بالتأكيد شاركت بكتب عربية. نعم. بما لديها، يعني دول نشر في إيطاليا، دول نشر في إيران وفي تركيا تهتم بالكتاب العربي هي التي يعني شاركت، حتى إذا كانت مؤسسات رسمية في تلك الدول مثل تركيا وإيران بالتأكيد عندها الجناح أو الجانب العربي في كتبها فشاركت بهذه الكتب. إذن الدول عندها، هي الغير عربية عندها يعني اهتمام بأن تطبع الكتاب العربي، ونحن الناطقون باللغة العربية والعراقيون أصحاب أول حرف بالتاريخ مشاركتنا ضعيفة. يعني تحدثنا عن بعض الأسباب. تحدثنا عن بعض الأسباب. يعني أكيد دكتور وجودكم في هذا المعرض وحضوركم أكيد ما هو إلا شيء ينم على حرصكم على أن تكون الثقافة والوعي حاضر في مثل هذه المعارض الدولية، وأيضا أن يكون المثقف العراقي حاضر أينما كان، سواء كان بالكتب، بالمثقفين، بحضراتكم. أكيد لكم دور كبير في نشر الوعي والحضارة والثقافة لكل المهتمين بالعراق والعراقيين. لك كل الشكر طبعا دكتورنا الفاضل الدكتور يوسف نجم عبود العبيدي، مدير عام دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني. شاكرين طبعا حضورك وكل الجهود اللي بذلتوها في هذا المعرض، وأكيد ننتظر المعارض الثانية ومشاركة بكتب أكثر وأيضا بحضور أكبر لكل دور النشر العراقية. شكرا جزيلا. لا يفوتني كلمة، لا يفوتني إلا أن حقيقة أن أشكر هذه القناة الكريمة الفلوجة على إتاحتها هذه الفرصة لإطلاع السادة المشاهدين على أحوال المعرض وانطباعاتنا حول المعرض والانتفاع من هذه من هذا اللقاء معكم. شكرا لكم أكيد. جزيلا. شرفنا دكتور. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم في فقرات برنامجنا لهذا اليوم، لكن بعد فاصل قصير.